السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سوف نعرض عليكم اللقطة التي كانت حديث الجميع في مباراة شبيبة القبائل ضد الفريق السنغالي، اللقطة التي كان بطلها الدولي الجزائري السابق سليم بوخنجوش، والذي سدد ركلة الجزاء التي تحصلت عليها شبيبة القبائل، لكن بوخنجوش سددها على طريقة بانيك العالمية، إلا أنها أصبحت من أكثر ضربات الجزاء طرفا بسبب طريقة ضربه للكرة. والآن بدون إطالة لنعرض عليكم ركلة الجزاء الضائعة من سليم بوخنشوش. يذكر أن شبيبة القبائل خسر بهدف دون رد أمام الفريق السنغالي. وفي الأخير، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.